في صباح التاسع من فبراير عام 1941 تقترب سيارة من معبر نويفو لاريدو الحدودي. في الجزء الخلفي من السيارة تجلس امرأة شقراء جذابة ترتدي زي امرأة أمريكية. عند دخولها إلى حدود المكسيك تظهر رسالة توصية تؤكد هويتها. الموقع كان جان بول جيتي، أغنى رجل في أمريكا في ذلك الوقت. لم يشك حرس الحدود أبدا أن تلك الشابة هي أحد جواسيس هتلر في الخارج. مهمتها كانت التسلل إلى أعلى الدوائر الحكومية في المكسيك وجعلهم أهم سلاح لألمانيا هناك خلال الحرب العالمية الثانية. رغم أنها كانت تحلم بالشهرة كممثلة على شاشات السينما، إلا أن دورها الأكبر لعبته في حياتها الواقعية.